مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فقرة The Mog. اليوم الحلقة حتكون كتير مختلفة. راح نشوف التوب 3 من أغاني اليوتيوبرز. دايلر أنا آسف صور فيديو كليب بالأغنية في شهر رمضان لسنة 2019 ونزلت بالرابع من جون من سنة 2019 كمان أي أول يوم عيد الفطر، حيث انتشرت الأغنية بشكل رهيب على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ببرنامج تيك توك قبل نزول الفيديو كليب، حيث حقق الفيديو كليب أكثر من 1,000,000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة من تنزيله. نارين بيوتي ما فيه خبي تسجلت الأغنية بإيطاليا وتم تصوير الفيديو كليب بدبي، حيث شفنا مشاهد كتير مختلفة بمناطق مختلفة كمان من بينها الصحراء البرج والفيلا وحتى اليخت، حيث حققت الأغنية أكثر من 1,000,000 مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة. أوزيكس تيك توك لاحظنا بالفيديو كليب الاحتراف في التصوير والمونتاج والجرافيك وحتى تصميم الرقصات واختيار الملابس، حيث تضامن عدد كبير وفريق كتير كبير لخلق هالعمل، حيث دام تصوير الفيديو كليب لمدة كتير طويلة وشفنا أشهر مستخدمة لبرنامج التيك توك سارة ميلاد اللي ظهرت كموديل بالفيديو كليب، وشفنا كمان مشاهد تمثيلية في بداية ونهاية الفيديو كليب. ملك لو تبي ترقص فرفشت فيلها لو تبي تكون حول ناس كلام الناس ما يهمها لو تحب تسمع ميوزك وتكون دايما مبسوط فتح لي ابنك وركز معي كلمة كلمة مكانك واحد ماله ثاني جوي حلو ما تنساني لو الدنيا حولك نكد تأكد ان عندي تنطرب بالأغاني صور خلي الناس تشوف تيك توك خلي الداعك دمك شوف تيك توك تيك توك تيك توك وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.